ومازلنا مع الخبر الابرز حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله العمل الجاري في تطوير شبكه المواني المصريه بما يتكامل مع جهود الدوله الراميه لتحقيق اقصى استفاده من البنيه التحتيه التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضيه على النحو الذي يعزز القدرات الشامله للدوله ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع وزير النقل وقائد القوات البحريه وعدد من قيادات القوات المسلحه عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق اشرف عطوه قائد القوات البحريه وعدد من قيادات القوات المسلحه حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات العمل في انشاء وتحديث وتشغيل المواني على مستوى الجمهوريه في ظل الدور المحوري الذي تمثله لجميع قطاعات الدوله فضلا عن دورها في تعزيز مكانه مصر كمركز اقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجستيات وتجاره الترانزيت وقد وجه السيد الرئيس بمواصله العمل الجاري في تطوير شبكه المواني المصريه بما يتكامل مع جهود الدوله الراميه لتحقيق اقصى استفاده من البنيه التحتيه التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضيه على النحو الذي يعزز القدرات الشامله للدوله ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين